يعني انا ابويا مدفون وعليه دين في الدنيا؟ ده الا الدين ده الدين ما يصعدش ابدا. ماما احنا لازم نروح نقعد مع عمي ونديله فلوسه. هو ده اللي بتفكري فيه يا منيره؟ طب انبسطي، عمك مش عاوز فلوس، عمك عاوز الارض. لا يا حنان، عمك مش عايز حاجه، إيهاب ابنه هو اللي عايز الأرض. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة قبل ما أفقد أعصابي، ثانية واحدة. هو إيه اللي عاوز ومش عاوز؟ هم عرفوا الأرض دي بقى تمنها كام؟ ها؟ هي ورقة المبايعة دي لسه معاهم لغاية دلوقتي؟ كل الاحتمالات الزفت دي إحنا فكرنا فيها. غلط. وماما جايبانا دلوقتي عشان نشوف هنعمل إيه؟ يلا السلام عليكم. انت رايح فين يا عم الحاج؟ انا خلصت اصلي، انا خلصت. خلصت ايه؟ خلصت كراريس العيال صححتها كلها. كراريس ايه؟ انت مش سامع؟ يلا ربنا يوفق الجميع، ربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ربنا يوفق الدنيا على الدنيا كلها ان شاء الله. يلا سلام عليكم. ما تمشيش، انت هتمشي قبل ما تاكل. لا معلش، لا ربنا يوفق. بقول لك ايه، انتوا اتفقوا على كل حاجه، وانا انا هبقى وراك يا قائد. عمر افتكرني، انا وراك في ظهرك على طول. يلا ربنا يوفق كل الحاجات. استنى يا كمال، انت رايح فين؟ انت هتسيبنا في المصيبه اللي احنا فيها دي وتمشي؟ جرى ايه يا ابني؟ انت مش هتبطل السلبيه وانعدام الشخصيه اللي انت عايش فيهم دول؟ معلش ما تكبريش الموضوع كده. يلا ربنا يوفقكم، يلا مع السلامه. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا لا